جدل داخلي في روسيا بشأن قرار التعبئة للجيش الذي نتج عنه حالة فرار كبيرة من البلاد. الكرملين يقر بأخطاء حصلت ويشير إلى العمل على تصحيحها بسرعة. من الأخطاء استدعاء كبار في السن وحتى تلاميذ ورجال في حالة المرض. تطمينات الكرملين لتصويب الوضع تترافق مع تأكيد بعدم اتخاذ قرار بشأن إغلاق الحدود أمام الرجال في سن القتال. فهل تطمئن هذه التصريحات الروس؟ وعموماً كيف ستغير هذه التعبئة مسار الحرب مع بدء وصول المجندين إلى الجبهات في أوكرانيا؟ ضيفنا الليلة من موسكو أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو سيد ستانيسلاف بيشوك. سيد ستانيسلاف أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. تطورات متسارعة في الميدان لصالح القوات الأوكرانية خلال الفترة الماضية دفعت موسكو لاتخاذ هذا القرار قرار التعبئة. ما الذي يضمن نجاح هذه الخطوة في ظل الرفض الداخلي لها والتحديات الكثيرة التي تواجهها قبل ما نغوص في التطمينات اللي صدرت عن الكرملين اليوم؟ تحياتي لكم من موسكو لكم ولجميع المشاهدين. علينا أن نميز بين آراء الناس حول الحرب وبشأن التعبئة. في فبراير كان الناس في روسيا يعتقدون أن هذه الحرب ستجري بشكل مختلف. كان البعض يدعمها وآخرون كانوا خائفين من الحرب وطرف ثالث كان لا يأبه. إذن كانت هناك مشاعر متداخلة، لكن بالنسبة للتعبئة الحالية هي مدانة بشكل جماعي من الروس. الناس غير راضين عندما يعبؤون بأسماء تضعهم في خانة من سيقاتل في الخطوط الأمامية سواء حاليا أو في القريب العاجل. هذه الحرب هي خيضت بالجنود المحترفين، وبالتالي هم كان يفترض بهم أن يذهبوا للحرب. وهنا في روسيا هناك تصور بشأن هذه الحرب باعتبارها حرب بوتين. كان القرار قرار بوتين، وبالتالي المحترفون في الجيش هم الذين يخوضون هذه الحرب وأن الآخرين لا يأبهون. لكن الآن الوضع تغير، الوضع في الخطوط الأمامية شهد تغيرا لمصلحة الأوكرانيين، والآن هذه الحركة بشأن التعبئة الجزئية لا تخدم شرعية هذه الحرب، وكذلك لا تخدم كثيرا تصورات الناس حول بوتين. لكن سيد ستانيسلاف، موسكو اعترفت بالكثير من الأخطاء التي حدثت بالتزامن مع اتخاذ هذا القرار. يعني اليوم الناطق باسم الكرملين السيد بيسكوف ديمتري بيسكوف يقول سجلت حالات تم فيها انتهاك مرسوم الاستدعاء ونأمل في أن تصحح هذه الأخطاء. إلى أي مدى بتقديركم بإمكان موسكو أن تهدئ اليوم الروس بعد هذه الأخطاء التي اقترفت، وهل يمكن أصلا تصحيحها سيد ستانيسلاف؟ الأخطاء وخصوصا تلك الأخطاء الخاصة بمنطقة معينة أو مدينة معينة يمكن تصحيحها، لكن الناس يعتقدون أن فكرة التعبئة بحد ذاتها هي فكرة خاطئة. الناس غير رادين، وإذا خدمت في الجيش قبل 10 سنوات والآن تعيش حياة طبيعية وبعد ذلك يكون اسمك في التعبئة، بطبيعة الحال هذا يكون مخيبا، لأنه إذا عملت وكان لك تجربة طويلة في الجيش لكنك تعيش حياتك الخاصة
الطبيعية، وفجأة طلب منك ومن أسرتك ومن رب عملك أن يسرحك من أجل الخدمة في الجيش وليرسلك إلى الحرب، وربما أنت لا تدعم هذه الحرب حتى. هذه هي المشكلة، المشكلة أكبر من بعض الأخطاء التي وقعت ميدانيا. وهنا يبقى التساؤل، إن كان لربما هذا الرفض الداخلي السيد ستانيسلاف لهذه الخطوات رغم كل التطمينات اللي تابعناها بإمكانها بالفعل أن تؤثر بشكل مباشر على مسار هذه العملية العسكرية وبعدها على قرار الرئيس بوتين لربما من التعبئة، هل يمكن أن يراجع الرئيس بوتين هذا القرار بتقديركم؟ حسنا، باعتباري بوتين ظل رئيسا ل 22 عاما لا يبدو أنه شخص يمكن أن يتراجع عن قرار كهذا، ربما في المستقبل قد يدرس الأمر، لكن هذا القرار لن يراجعه بحسب تقديري، وخصوصا أن هناك احتجاجات عديدة تحدث في بعض المناطق في روسيا، وبالإضافة إلى هذا وبحسب اتصالي مع عدد من الخبراء العسكريين يقولون إن الأشخاص المسجلين في إطار التعبئة لا يمكنهم تغيير الوضع في الخطوط الأمامية، لأنه مرة أخرى إذا كانوا قد عملوا في الجيش قبل 10 سنوات فلا يمكن وضعهم للقتال بشكل فوري أو حتى بعد بضعة أشهر. لهذا إذا أرسلوا إلى أوكرانيا أو إلى المناطق المسيطر عليها روسيا، ربما إذا أرسلوا إلى هنالك قد يخدمون كقوات أمنية شرطية أو لتأمين الحراسة لبعض المنشآت والبنى التحتية. لا يختلف سيد ستانيسلاف ما قالوه لكم الخبراء العسكريون عن ما ورد على لسان وزارة الدفاع البريطانية، هي أكدت أنه الدفعات الأولى من الرجال الذين تم استدعاؤهم لهذه التعبئة الجزئية بدأت في الوصول إلى القواعد العسكرية، وروسيا ستواجه بحسب قول وزارة الدفاع البريطانية ستواجه الآن تحديا إداريا ولوجستيا لتوفير التدريب لهذه القوات. وبالتالي نتساءل معكم الليلة إلى أي مدى موسكو على استعداد لمواجهة هذه التحديات الجديدة، والتي يضاف إليها سيد ستانيسلاف اليوم الدعم الغربي المتواصل خصوصا بالتزامن مع إجراء الاستفتاءات. بشكل عام يبدو أن المشكلة التي تواجهها موسكو خلال الأشهر القليلة الماضية، هذه المشكلة تستفحل، وفكرة إرجاع أوكرانيا إلى ما كانت عليه في ديسمبر أصبحت صعبة جدا، لأن هناك عقوبات كبدتها روسيا وهناك خسائر للجيش الروسي في خاركيف شرق أوكرانيا، والآن هناك هذه الحاجة لإنجاح التعبئة النسبية، وكل هذه العوامل تقوض شرعية هذه الحرب ولا تخدم أهداف بوتين. ولذلك هذه الفكرة لإطلاق التعبئة الجزئية لا تخدم فكرة وهدف إبقاء روسيا منسجمة ومتناغمة ككيان. وبالتالي إذا رأينا مثلا تلك التناقضات التي تحدث بين الرئيس والروس، هذا لا يخدم الأهداف التي وضعتها روسيا في أوكرانيا. بطبيعة الحال سنكون بانتظار كيف يمكن لهذا القرار أن يؤثر داخليا وخارجيا. سيد ستانيسلاف بيشوك أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو، شكرا لمشاركتنا الليلة من موسكو.